أعزائي متابعي ومشاهدي قناة Educating Using Technology and Engineering، النهاردة هنتكلم عن اللي هو موكب نقل مركب الشمس للملك العظيم خوفو اللي هو صاحب الهرم الأكبر، هرم خوفو. فهنا في كواليس عملية النقل في الفيديو ده شايفينه، وكمان في عملية النقل نفسها بدأت اهو. وهنا لما دخلت على اليوتيوب في مجموعة من الفيديوهات والقنوات بتتكلم عن انطلاق موكب نقل المركب ولقطات حية لنقل سفينة الملك أو مركب الملك والطرق اللي هيمشي فيها، وإذاعات كتيرة وقنوات كتيرة كتبت، وفي كمان طريقة لبناء الأهرام هنبص عليها برضو ونشوفها. خلينا نشوف فيديو كده من الفيديوهات ديت ونتابعه. وبالمناسبه قبل ما نبتدي الفيديو، لو انت مش مشترك في القناه يا ريت تشترك وتضغط على زر الجرس وتدوس لايك وتكتب كومنت يشجع ويدعم القناه عشان نستمر في عرض فيديوهات تعليميه وتثقيفيه. هنا ده بس المفروض مباشر او حي الفيديو دوت، هنبص عليه كده. وهو يعني يدوبك ستريمينج من حوالي 117 مينت اهو. برضو انا بشجعك انك انت لو عندك قنوات على القناه على الفيسبوك او موقع صفحه على الفيسبوك او جروب او حتى قناه على اليوتيوب، انك تعمل الفيديو دوت وتبتدي تعمل شير لي وتعمل له ستريمينج. ليه بقى؟ هقول لك انا ليه. لانك انت لو انت جوه مصر او بره مصر، الفيديو دوت بيرفع اسم مصر، بيشجع ويوري السياحة في مصر، بيوري ازاي البلد مستقرة وفيها سياحة وفيها استقرار، بيشجع الاستثمار، بيشجع للسياحة. مصر بلد جميلة، مصر فيها دلوقتي فرص، مصر فيها ناس كتير، مصر دلوقتي فيها شباب. يعني مصر بلد شابة، يعني الكاتيجوري او اللي هو الشريحة اللي هي العمرية اللي هي ما بين ال 15 سنه وال 40 سنه، اللي هي شريحه العمل والانتاج، بتعدي حوالي 60 او 70% من اللي هو اجمال السكان في مصر. فطبعا دول ثروه بشريه عامله مبدعه قادره على الانتاج، بالاضافه طبعا موقع مصر الجغرافي، بالاضافه لكميه المناطق السياحيه الموجوده في مصر، وطبعا البحرين اللي هو الكبار جدا والسواحل الممتده اللي هي البحر الاحمر والبحر المتوسط شمالا طبعا، والثروه السمكيه، غير بقى ان هي ممر ملاحي، غير طبعا فيها معادن وفيها ذهب وفيها بترول وفيها غاز طبيعي. كل دي فرص. فانت اكتب واعمل وانشر لو انت عندك وقت تقدر تستغله، وتعلم كمان لو انت عندك طلبه وابنائك تعلمهم، علمهم عن مصر، علمهم عن ان هي بلد جميلة، ان هي جواها جميل. كل فرصة انت عندك انك تتكلم عن مصر تكلم فيها، لان ده هيجي هيعود بالخير وهيعود بالنفع على عليك اولا، وعلى كل المجتمع المحيط بيك، وعلى بلدك كمحافظة او كمدينة وحتى قرية، وطبعا بالاجمالي على مصر بلدنا اللي هي تعتبر انا بسميها اللي هي مركز التزان المنطقة اللي هي العالم القديم اللي هو الشرق الأوسط، اللي هو ما بين القارات أوروبا وآسيا وأفريقيا. ده شايفين زي ما احنا شايفين كده دوت اللي هو الموكب أهو، وفي هنا شاحنة معدة مخصوص ومصممة عشان تحمل المركب. طبعا المركب دوت على فكرة كان مفكوك وكان دفنينه في زي مقبرة للمركب ده بجوار الهرم الأكبر. تم اكتشافه في بداية التسعينيات، يعني سنة 1900 حاجة كده، في البدايات تقريبا من 1920 في حقبة زي كده. والمركب ده تم تجميعه برضه بعديها بفترة، وتم تجميع المركب وعرضه للسواح وللزوار سنة 1980. وحاليا دلوقتي هو بيتم نقل المركب دوت للمتحف المصري الكبير اللي هو هيتم افتتاحه قريب ان شاء الله خلال اخر السنه تقريبا. وطبعا عشان مركب كبير، عشان محتاجين طبعا يصمموا له شاحنه زي ما انتم شايفين الشاحنه اهي
الكاميرا مش موضحها كويس، لكن هي ممكن توضحها. الشاحنة دي ضخمة وكبيرة وطبعا متكلفة طبعا، وغير تصميمها عشان ما يضرش بالأثر اللي هو يرجع لحوالي أكتر من 3000 سنة قبل الميلاد، يعني نتكلم في حوالي 5000 سنة. شوف الخشب ما حصلوش أي حاجة ولا سوس ولا أي حاجة، قد إيه كان الفراعنة عندهم علم وعندهم خبرة، كانوا مهندسين وأطباء وكانوا عندهم قدرة على التحنيط. فكل دي حاجات تقدر تتكلم عنها، تقدر تقول لأبنائك، تقدر تقول لأحفادك، تقدر تقول لكل مشاهد بيسمعك أو حد بيسمعك لو أنت مدرس، تقدر تتكلم دوت في حصة من الحصص بتاعتك في بداية العام الدراسي، أو حتى في الزوم، أو حتى تعمل فيديو يوتيوب وتنشره عندك وتعمل له شير على التويتر وعلى الانستجرام وعلى الفيسبوك. لازم يكون ليك دور فعال في الحضارة اللي هي احنا بنعملها دلوقتي في مصر. ان شاء الله احنا بناخد من حضارتنا القديمة ونبتد للمستقبل اللي احنا فيه. طبعا الحضارة دلوقتي بتعتمد على التكنولوجي، الالكترونيكس، الروبوتس. احنا مش عايزين نقعد بقى نقول بقى ان احنا كان عندنا مش عارف الهرم لا، كفاية بقى كلام، خلينا نشتغل ونعمل في صمت، وخلي الناس بقى بتتفرج بقى على فعلا مصر الجديدة، مصر العاصمة الإدارية، مصر اللي هي قناة السويس الجديدة، مصر المصريين المثقفين القادرين على العمل والإبداع والإنتاج والتعليم والتعلم المستمر. شوف كمية الجامعات اللي بتنشأ، شوف كمية المدارس، شوف كمية الإبداعات الموجودة دلوقتي حواليك، ونسق وتعامل واشتغل في جروبس، واشتغل في مجموعات عمل، ويبقى عندك فكر انك انت يبقى ريادة الاعمال وتبتكر حاجة جديدة، وتعلم ابنائك ان هم ما يبقوش في روح التعاون، يعني روح العمل والتعاون دي مهمة جدا، والابتكار والابداع مهمة جدا. انا مش عايز اتكلم كتير، عايز بس الصورة هي اللي تتكلم. يا ريت لو شفنا كده احنا قد ايه الاضاءة جميلة هنا، قد ايه الجو مع انه في حر، لكن احنا احسن من بلاد كتير برضو، يعني الجو في مصر كويس. نشكر ربنا في حاجات في مصر كويسة لغاية دلوقتي. شعب محب، يعني الاجانب اللي بيجوا بيقولوا دايما يقول لك الشعب ده شعب طيب، شعب مضياف مبتسم رغم كل الصعاب وكل التحديات، لكن هو قادر على الابتسامة، قادر على ان هو يواجه التحدي بنكتة خفيفة بفيه جميل. ابتدت المعالم تتضح والريزوليوشن ابتدت تبقى كويسة، و هو هيتنقل المركب على الشاحنة المتطورة ديت اللي هي تم تصميمها خصيصا للمركب دوت، اللي هو المركب الفرعوني الأثري اللي هو عمره تقريبا 5000 سنة، من خشب الأرز وليه عدد من المجاديف. هو بيسموه مركب الشمس أو المركب الفرعوني، اللي هو كان دايما الفرعون مصر اللي هو ملك مصر في الوقت دوت كان بينزل النيل ويتفقد البلد من خلال النيل. وكمان هو المركب ده استخدم في نقل الرفات أو أسمان الفرعون إلى المسواة في الهرم، وكمان فكوا المركب دوت ودفنوه بجوار صاحب الهرم أو صاحب المركب اللي هو الفرعون خوفو بجوار هرم خوفو. ودلوقتي المصريين هينقلوا المركب دوت في المتحف اللي أنشأوه، المتحف المصري الكبير، عشان كل العالم يتفرج عليه
في بانوراما عظيمة. طبعا الفيلم دوت او الفيديو دوت ومشجع لقطاع السياحة في مصر بشكل رهيب، مشجع للسياحة الأجنبية، مشجع للسياحة العربية، مشجع لأبناء مصر، مشجع للمصريين في الخارج. خليك عندك روح التشجيع وروح الحماس اكتسبها، لأن هي اللي تديك القدرة إنك تكمل وتبدأ وتنتج شيء جديد، شيء نافع لبلدك وللدنيا كلها. شكرا لاستماعكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، اكتب تعليق جيد يشجعنا ان احنا نستمر، يشجعنا ان احنا نعمل فيديوهات تعليمية. دوس لايك، شير الفيديو دوت لو عجبك مع اخرين، مع زملائك على السوشيال ميديا الخاصة بيك. ما شجعك انك تعمل سوشيال ميديا، تعمل قناة على اليوتيوب، وهنا في القناة هتلاقي في قنوات تساعدك، تعرفك ايه الامكانيات الموجودة في اليوتيوب، وازاي تعمل فيديو وتنشره على اليوتيوب، وازاي يجيب لايكس، ازاي يجيب فيوهات عالية، وازاي تستمر في الشرح والتعليم والابداع على اليوتيوب من خلال الفيديوهات. شكرا لاستماعكم مرة تانية، شكرا للمشاهدة، وتصبحوا على خير كل الناس. إذا كنت أنت برضو في حسب الوقت اللي أنت فيه، فما أقدرش أقول لك تصبح على خير. سوري يعني الفيلم ده بيتصور بالليل فعلا، وده ليف دلوقتي لايف من القاهرة بجوار أهرامات الجيزة، لكن أنا أقدر أقول لك صباح الخير أو جود أفترنون أو جود نايت أكوردنج للبليس والتايم اللي أنت موجود فيه دلوقتي، لأن إحنا شايفين إن إحنا عبارة عن قرية صغيرة، العالم أصبح قرية صغيرة، الحدث بيتعرف في لحظات. دلوقتي إحنا بنتابع مثلا اللي هي الأولمبياد بتاع طوكيو 2020 اللي هي 2021 بس هي اسمها 2020 عشان تأكيد بسبب كورونا كوفيد 19. وأديكم شايفين السبرنت أو الريس أو المسابقة بتخلص من هنا وتلاقيها اتشيرت واتعرفت في لحظات، وفي تنافس كمان في عملية نقل الحدث. سلام.